فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة صلاة من يصلي في البناطيل التي تصف حجم العورة أو تظهر جزءا منها إذا ركع أو سجد؟ هذا حرام، يأثم بذلك. أما صلاته وهي صحيحة، لأن البناطيل تستر ما وراءها، تستر ما وراءها، تستر الجلد ولا يظهر شيء من لون الجلد، صلاته صحيحة. لكن يأثم على ضيق البنطال حتى يصف أحجام أعضائه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.